تتسارع وتيرة الأعمال الإرهابية في أوروبا منذ مطلع عام 2015، وتتزايد معها مساحة الدماء التي تسيل في أنحاء القارة العجوز لتشمل فرنسا وألمانيا وبلجيكا إلى جانب بريطانيا وأسبانيا في أوقات سابقة. ويحذر تقرير من أن داعش ربما يزيد التركيز على العمليات بالخارج نتيجة ضعفه في سوريا والعراق، فقد بلغ عدد ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها 7 دول أوروبية خلال العامين الماضيين أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى، تم تنفيذها من خلال 17 هجوما إرهابيا. بعض الدول الأوروبية كانت مستهدفة أكثر من غيرها في هذه العمليات، حيث شن الإرهابيون 6 هجمات في فرنسا و3 هجمات في ألمانيا، العدد نفسه أيضا في بريطانيا، وهجومين في أسبانيا، هجوما واحدا تبعناه في بلجيكا ومثله في السويد وآخر في فنلندا. فمن برشلونة وكامبريدج إلى لندن مرورا بباريس وستوكهولم وبرلين وحتى مدينة توركو في فنلندا، كانت الدماء تسيل بعمليات قتل استخدمت فيها أساليب مختلفة، من الأسلحة الرشاشة والمتفجرات والمفخخات إلى أسلوبي الدهس والطعن. وبرغم العنف والدماء فإن الحياة تستمر، بل بعنفوان أكثر يفوق كثيرا العنف الذي يمارسه المتشددون والمتطرفون الذين يسعون إلى منع الناس من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. بالطبع أحداث الإرهاب وأرقام الضحايا خارج حدود القارة الأوروبية تجاوز هذا العدد بكثير، حيث أن هذه الأرقام لا تشمل تلك التي وقعت في دول أخرى بعيدة عن أوروبا الغربية، كما هو الحال مع الإرهاب في سوريا والعراق ومصر وتونس أو تركيا وبوركينا فاسو ودول أخرى. نتحدث الليلة عن عامين من الإرهاب في أوروبا. معنا من باريس الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب عثمان تيزغارت، ومن لندن عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب الاستقلال البريطاني إليزابيث جونز. أهلا بكما ضيفينا في سكاي نيوز عربية ليلى. دعيني أبدأ معك سيدة إليزابيث، أهلا بك. تابعت معنا في هذا العرض نتحدث عن عامين من الإرهاب في أوروبا. هذا الواقع يجعلنا نتساءل، لماذا اختار الإرهابيون أوروبا بالذات، تنقلوا بين دولها وأرادوا أن يكون مسلسلهم الإجرامي في أراضيها؟ الحدود الأوروبية لا توجد بسبب الاتحاد الأوروبي، وهذا يسهل حركة التنقل، ودون أن يكون لديهم حاجة لإبراز بطائق تعريفهم، ويمكن أن يلجوا بسهولة إلى مختلف الدول، وهذه مشكلة. وكذلك بالنسبة للدول الأخرى، إذا نظرنا إلى روسيا أو أمريكا الأمر مختلف. إذن في أوروبا هناك حرية التنقل، وكذلك هناك مشكلة سياسية في أوروبا وبمساعدة اليمين واليسار على حد سواء. هناك مناخ يهيئ لمنع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإرهابيين بسبب تلك الموضة السياسية. نرى بولندا لم يكن فيها عمليات إرهابية، وهي لم تسمح في وقت من الأوقات للاجئين حتى يتسلل إليها الإرهابيون، وكان لديها مبررات لذلك حتى لا يتسلل الإرهابيون، وبالتالي ليس هناك عملية إرهابية في بولندا. الأمر مختلف في أوروبا، لا تتبع الدول الأوروبية نفس النهج. ونعرف أن هناك مقاتلين من داعش في سوريا، وداعش يريد استعادة عافيته، لن يتبخر هكذا أو تبلعه الأرض، وإنما سينقل عملياته إلى أوروبا، حيث سيكون قادرا على ممارسة استراتيجيته وتطبيقها
بسهولة أكبر. حسب ما نرى إلى الآن هناك العديد من العربات والمركبات قامت بعملية دهس في أوروبا، وكذلك أقول إن داعش لديها حسد ضد الحضارة الغربية وإنجازاتها البارزة والمهمة، ويريدون أن يستهدفوا هذه الحضارة. يبدو بالنسبة إلي أنه ليس هناك مقاربة عقلانية للتعاطي مع هذه العمليات. تحدث هذه العمليات وبعدها لا نجد أي إشارة من داعش أنهم سيوقفون. ما الذي يريدونه؟ لماذا يفعلون هذا؟ لا أحد يعرف. لذلك نفترض أنه هناك مسلسل سيتواصل ويتتابع لهذه المآسي، ربما على مجتمعات اللاجئين خارج أوروبا، ربما في شمال إفريقيا، في المغرب العربي، وكذلك مراكز اللاجئين في دول أخرى، ويتم فرز أولئك الذين يدخلون بشكل غير قانوني ليتوجهوا لمراكز المعنية للتعامل معهم، وهذا قد يمنع من ذلك التدفق الكبير إلى المشتبه بهم أو الإرهابيين المحتملين إلى أوروبا. كذلك الأشخاص الذين يأتون إلى أوروبا عليهم أن يندمجوا في أوروبا، وأن نقطع بعض المعونات الاجتماعية لأولئك الذين يتورط أبناؤهم في عمليات إرهابية. كذلك مسألة التجمع العائلي إذا كان هناك أشخاص تورطوا في الإرهاب. إذن مثل هذه التدابير حتى نتيقن أن هناك اندماج فعلي لغير الأوروبيين في المجتمع الأوروبي. كيف نفعل ذلك؟ أتمنى أن لا يكون وراء هؤلاء الإرهابيون تأثير على الأجيال المقبلة من الفتيان على مستوى التعليم والتربية. هم غاضبون على ما يبدو الجيل الحالي، رغم أنهم يتعلمون بدعم حكومي، لكنهم قد يتحولون إلى إرهابيين ضد الدولة التي أعانتهم في التربية والتعليم. لماذا أوروبا؟ لأنها سهلة، لأن داعش يحتاج إلى استعادة ماء وجهه بعد الهزيمة في سوريا، وكذلك بسبب الحسد ضد نجاح أوروبا. أوروبا سهلة، ويريد داعش إرسال رسائل عديدة إذا أمكننا القول للداخل الأوروبي من خلال هذه العجمات. سيد عثمان، أهلا بك معنا مرة جديدة في سكاي نيوز عربية. أود أن أتحدث معك عن الأسلوب. من الأسلحة الرشاشة، المتفجرات، المفخخات، إلى أسلوبي الدهس والطعن الأكثر رخصا، لماذا داعش يختار في الآونة الأخيرة هذا الانحدار؟ في الحقيقة هو شكل مستجد من الإرهاب، ليس بالضرورة انحدارا، هو الشكل العمليات الإرهابية الأكثر صعوبة بالنسبة لأجهزة مكافحة الإرهاب، لأن هذه العمليات في بساطتها، في طابعها المينيمالي، لا تسمح لأجهزة مكافحة الإرهاب بأن تتنبه لها خلال عمليات التحضير وأن تحبطها بشكل مسبق، لأن هذه عمليات بسيطة، عدد الأفراد الذين يشتركون فيها بسيط، وفترات التحضير لها فترات بسيطة، وبالتالي هي تشكل معضلة أمنية، من حيث أنها تقريبا من، يمكن أن نقول، من السهل الممتنع، يعني سهلة من حيث أنها سهلة التنفيذ، يعني مجموعة أشخاص، شخص أو شخصين أو ثلاثة، يمكن أن ينفذوا عمليات من هذا النوع، ولكنها عمليات أولا تثير كثير من الرعب والذعر في صفوف الناس، لأنها تضربهم في حياتهم البسيطة، حياتهم صحيح. اليومية، يعني الناس يخافون أنهم يتجولون في الشوارع فتقوم تدعسهم سيارة. هذا النوع من الإرهاب نوع جديد، وبالتالي هو ليس انحدارا، هو نوع من التأقلم مع تشديد التشريعات الغربية وتشديد عمل أجهزة مكافحة الإرهاب والتنسيق فيما بينها، بحيث لم تعد هذه الجماعات قادرة على أن تتوفر على أسلحة ومتفجرات، ولجأت إلى أساليب، يمكن أن نقولها أساليب إرهاب بديلة. لا توافق هنا من يعتبر أنه تنظيم داعش لديه مشاكل لوجستية داخلية، لا يمكنه إيصال هذه المتفجرات إلى الخلايا النائمة الموجودة في الداخل الأوروبي، ولذلك يختارون هذا الأسلوب.
في الحقيقة داعش ليست له خلايا نائمة بالمعنى التقليدي للكلمة، لأنه لم يكن قد تجهز بشكل مسبق لهذه العملية كما فعلت القاعدة وكما فعلت تنظيمات إرهابية أخرى. داعش لجأ إلى هذه العمليات بعد أن تدفق عليه هؤلاء الآلاف من المتطوعين من مختلف الجنسيات، وبعد أن قام التحالف الدولي ضده. ونلاحظ أنه كلما تم تشديد الخناق على داعش على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، كلما لجأ إلى هذا النوع من العنف الذي يمكن نسميه نوع من الإرهاب الانتقامي من خلال ضرب الدول المشاركة في التحالف الدولي ضده، يحاول أن يضربها في عقر دارها ليبين بأنه قادر على أن يصل إليها وقادر على أن يرفع التحدي. هو إذن يحاول أن يعوض عن خسارته على الأرض من خلال مثل هذه العمليات، ولكن لم يكن قد خطط لها بشكل مسبق كما فعلت القاعدة من خلال زرع خلايا وشبكات على مدى سنوات طويلة قبل أن تبدأ عمليتها في بلد معين. كانت مثلا الهجمات 11 سبتمبر 2001 مثلا، يعني سنتين وهذا الفريق يتدرب وموجود في الولايات المتحدة. نفس الشيء في تفجيرات مدريد مثلا في العام 2004. إذن الوضع مختلف بالنسبة إلى داعش. هناك الكثير من الارتجال في هذه الاستراتيجية التي يعتمدها، هو يلعب دورا تحريضيا أكثر، وفي غالب الأحيان الشبكات التي تتحرك هي شبكات بسيطة تبايع التنظيم بشكل تلقائي وتقوم بما يمكن أن نسميه إرهابا تلقائيا أو إرهابا فرديا. شخص واحد أو مجموعة أشخاص محدودين يقومون بعمليات من هذا النوع بتحريض من التنظيم، ولكن من دون أن نستطيع أن نسميهم خلايا نائمة مزروعة من قبل التنظيم وخاضعة لتعليمات معينة أو لخطط إرهابية واضحة من قبل الهيئة المركزية للتنظيم. نعم. مقابل هذه الجماعات تساءلت عدد كبير من التقارير اللي واردت، التقارير الصحفية والإعلامية وحتى أخرى استخباراتية، عن جدوى الأجهزة أو المنظومة الأمنية الأوروبية في درء خطر داعش. سيدة إليزابيث، هل نتحدث اليوم عن فشل هذه الأنظمة في إيقاف هذه العمليات؟ كلا، بل أقول إن هذا نجاح للمجتمع الأمني العالمي، لأنه كان هناك فقط 7 مركبات دهست الجموع في أوروبا لأن عدد المعلومات المتدفقة كبير. بريطانيا تساعد المجتمعات العربية وهناك دول عربية تساعد استخباريا بريطانيا. ما كان بإمكاننا أن يكون لدينا علاقات سلمية وتجارية لولا هذا التبادل. إذن نتبادل العديد من المعلومات، وحمدا لله أننا بفضل هذا العديد من الهجمات الإرهابية أوقفت، وخصوصا في لندن حيث كان هناك العديد من الهجمات المحتملة لداعش والتي منعت وأحيل دون وقوعها بفضل تبادل المعلومات والصداقة ما بين بريطانيا والدول العربية الصديقة. إذن أقول كلا، الأمن العالمي كان ناجحا، وهو من المستحيل قد أقول أن نمنعها نهائيا. من المستحيل أن نتنبأ بأن شخصا قد يجن ويدهس عددا من الجموع التي تتمشى. إذن الوضع قد كان ليكون أسوأ بكثير. إذن أنا ممتنة لجهود المنظمات الأمنية إلى الآن، ولا أرى أنها أخفقت بل أرى أنها نجحت. لكن أعود إلى نقطتي الأولى التي أثرتها، لا أعرف ما الذي تريده داعش. في كل هجمة لا يقولون رسالة، لا يقولون نحن فعلنا ذلك لأننا نريد ألف باء. ليس لدينا أدنى فكرة ما الذي يريدونه. إذن لا يمكن أن نتفاوض معهم، لا يمكن أن نتواصل، ولا نعرف ولا نفهم ما غاية ما غرضهم. مع هذه التساؤلات نصل إلى ختام حوار الليلة. شكرا لك لعضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب الاستقلال البريطاني إليزابيث جونز، والشكر يمتد أيضا للخبير في شؤون مكافحة الإرهاب عثمان تيزغارت على هذه المشاركة أيضا.